أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الكورس الثاني. في هذا الكورس راح نتحدث عن درس البايوسيستماتيك، التصنيف الإحيائي. طبعا هذا الموضوع ينقسم إلى جزئين، جزء الأنيمال بايوسيستماتيك، التصنيف الحياتي للحيوان اللي أنا راح أخذكم به، والجزء الثاني اللي هو البلانت بايوسيستماتيك، التصنيف الحيوي أو التصنيف الحياتي للنبات. الدرس الصباحي راح ياخذكم ب دكتوره اسراء، وجماعه المسائي راح تاخذهم دكتوره سكينه. المهم راح نتحدث عن هذا العلم اللي هو البايوسيستماتيك، اللي هو علم التصنيف الاحيائي. ممكن ان نعرف هذا العلم بان is the science through which life forms are discovered, identified, described, named, classified and catalogs. هذا العلم يعنى باكتشاف الأنواع أو اكتشاف أشكال الحياة في الأرض. Identified يعني تصنيفها أو تشخيصها. Described معناته وصف، يعني إطلاق وصف لهذه الأشكال الحياة. Named يعني إعطائها أسماء علمية. أكو فرق ما بين الcommon names والscientific name. الcommon names الأسماء الشائعة هي أسماء تطلق على الكائنات الحية وهي متغيرة من مكان إلى آخر، بينما scientific name الأسماء العلمية أساسا هي الأسماء العلمية التي تكون موحدة ومعروفة في كل أرجاء العالم بنفس الاسم. classified معناته وضعها في نظام خاص للتصنيف، اللي هو راح نشوفها، اللي هو المراتب التصنيفية. نقصد به التاكسا او الكاتيجوريز اللي راح نتحدث عنها، والكاتالوجز اللي هي وضعها في كتالوجات خاصة. اذا هذه المصطلحات discovered, identified, described, named, classified, catalogs، هاي كلها راح تمر علينا بالتفصيل وراح نتعرف عليها في هذا الموضوع اللي هو موضوع البايوسيستماتيك. نبدأ موضوعنا نتعرف على التيرمز، بعض المصطلحات الخاصة بعلم التصنيف. طبعا علم التصنيف هو من العلوم القديمة قدمة بقدم الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى من أنزل آدم من الجنة إلى الأرض، أول ما بدأ علم التصنيف. أول علم بدأ هو علم التصنيف، بدأ يصنف الكائنات الحية. هذا مثلا هذا نبات يؤكل، هذا نبات سام لا يؤكل، هذا الحيوان مائي، هذا الحيوان يعيش على البر، هذا طائر يطير، وهكذا بدأ. هذه هي بدايات علم التصنيف. إذن علم التصنيف من العلوم القديمة جدا، ولكن كل ما ينشأ علم جديد كل ما يدخل في علم التصنيف ويحدث علم التصنيف. المصطلحات طبعا عندنا عدة مصطلحات، هي بمعنى باللغة العربية تعني تصنيف. مثلا taxonomy معناته تصنيف، classification معناته تصنيف، systematic تصنيف، ولكن كل واحدة من هذه المصطلحات إلها مردود، إلها دلالات علمية خاصة بها باللغة الإنجليزية. على سبيل المثال مثلا taxonomy معناته the science of grouping and naming organisms، يعني العلم الذي يعنى بوضع الكائنات الحية في مراتب تصنيفية وتسميتها. واضح؟ والتسمية قلنا احنا التسمية اللي هو هي نقصد بها التسمية العلمية scientific name. راح نتعرف على قواعد التسمية العلمية بالنسبة للكائنات الحية. ايضا مصطلح classification ممكن ان يجيكم كdefinition، تعريف، اللي هو ايضا قلنا باللغة العربية معناته دلالة على علم التصنيف، اللي هو باللغة الإنجليزية يعني the grouping of information or objects based on the similarities، أيضا معناته متعلق بوضع المراتب التصنيفية للكائنات الحية وترتيبها حسب التشابه والتباعد ما بين هذه الكائنات الحية. نأتي إلى النقطة في حالة إذا حصلنا على عينات نماذج من البيئة ونحتاج التعرف على تشخيص هذه العينات. ما هي الطرق المستخدمة في تشخيص هذه العينات؟ عندنا 6 طرق راح نتحدث عنها، اللي هي for identification of any animal، مو شرط insects، any animal we can adapt these ways. هذه الطرق 6. الطريقة الأولى اللي هي to get specimen identified by a professional، اللي هي هاي نودي العينات أو نسلم العينات اللي حصلنا عليها أو النماذج إلى بروفيشنال مختص بعلم التصنيف خاص، هو راح يقولنا تشخيص هذه العينات.
طبعا البروفيشنال هنا متخصص، يعني عندنا عندنا بروفيشنال بالطيور، عندنا بروفيشنال بالاسماك، عندنا بروفيشنال في الحشرات، عندنا بروفيشنال خاص في النباتات محدده، يعني مو هي مو عام، وانما متخصص في هذه المجموعه. كل مجموعه من الكائنات الحيه لها عالم او لها مصنف خاص يستطيع تصنيف هذه العينات. النقطة الثانية أو الطريقة الأخرى اللي هي by comparing it with a labeled specimen in a collection. معظم المراكز العلمية المتعلقة بعالم الحيوان، عالم النبات، تمتلك مراكز بحثية خاصة، معاهد خاصة بحفظ الأنواع، حفظ الأجناس، يعني بيها مجموعات خاصة، مجاميع خاصة مشخصة من الكائنات الحية وإلها تسميات علمية خاصة معروفة ومثبتة على العينات. هذه هي الكوليكشنز اللي نتحدث عنها. هذه الكوليكشنز غالبا نشوفها في متاحف التاريخ الطبيعي اللي هو Natural History Museums. متاحف التاريخ الطبيعي عندنا بجامعة بغداد، عندنا متحف التاريخ الطبيعي العراقي موجود في باب المعظم، ياريت يعني اللي ما شافه ياريت يروح يشوفه ويتعرف على النماذج الكوليكشنز الموجودة. من نجيب النمو العينة مالتنا نقارنها ضمن هذه العينات اللي هي المشخصة أساسا، إذا أكو وجه تشابه، إذا متشابهة بشكل كبير نجزم بأن هذه العينة مالتنا هي نفس هذه المشخصة اللي هي هذا الاسم العلمي، الاسم العلمي هو كذا. الطريقة الثالثة هي by comparing it with images and illustrations. illustrations نقصد بها الرسوم التوضيحية. طبعا إذا ندخل بالإنترنت نلاحظ ملايين الصور والرسومات التوضيحية للكائنات الحية. أي كائن حي إلى فد صور خاصة به، إلى فد رسومات توضيحية خاصة فيه، موجودة في مواقع علمية خاصة، مو أي صور، لا، المعترف بها والموجودة في مواقع علمية خاصة، بحوث، كتالوجات خاصة، مصادر خاصة علمية معترف بها. نستطيع أن نقارن الصورة اللي عندنا نحصل عليها بالنموذج، لذلك نجزم بأن هذا العين اللي عندنا هو هذا النوع أو هذا الجنس أو هذا الكائن حي. الطريقة الرابعة هي by comparing with descriptions. عندنا كل كائن حي من يكتشف ويطلق إلى تسمية علمية يجب أن يكون مقترن الوصف، يجب أن يكون مقترن نشر هذا النوع بوصف description. هذا الديسكريبشن يجب أن يكون واضح ومتناول في أيدي العالم كله، يعني تستطيع أن تحصل على الديسكريبشن لكل الأنواع. إذا حصلت على الديسكريبشن وصف لنوع يتماثل مع العينات اللي عندك، إذا هذا الوصف هو يعود إلى هذا النوع، إذا هذا النوع تعرفنا عليه بأنه هو هذا الموصوف بديسكريبشن اللي حصلنا عليه. إذا هاي طريقة أخرى من طرق التعرف على تشخيص الأنواع باستخدام الـ descriptions، الأوصاف الموجودة في المواقع العلمية. الطريقة الخامسة هي استخدام الـ identification keys اللي هي المفاتيح التصنيفية. كل مجموعة من مجامع الكائنات الحية لها مفاتيح تصنيفية خاصة بها، قد يكون مفتاح على مستوى العائلة، قد يكون مفتاح على مستوى الجنس، قد يكون مفتاح على مستوى الأنواع، تعزل أنواع لجنس محدد. طبعا هي متخصصة هذه المفاتيح التصنيفية، يعني إذا عندي عينة حشرات مو أجيب مفاتيح خاصة باللبائن، لا، أجيب مفتاح خاص بالحشرات وبالتحديد المجموعة أشتغل عليها. خنافس مثلا لازم أشتغل على مفتاح تصنيف الخنافس مثلا، على سبيل المثال أشتغل على طيور محددة، طيور مثلا طائر الحمام أو أنواع أخرى من الطيور، أجيب مفتاح تصنيفي خاص بهذه المجموعة. إذن استخدام المفاتيح التصنيفية اللي هي عبارة عن tools خاص، أداة خاصة أتبعها بشكل دقيق، وبالتالي أحصل على تشخيص العينة اللي أحتاج تشخيصها. الطريقة الأخيرة اللي هي دمج ما بين نوعين أو أكثر من هذه الطرق، يعني مثلا أجيب صور مع مفتاح تصنيفي، أجيب ديسكريبشن مع مفتاح تصنيفي مثلا، أجيب صور ومفتاح تشخيصي مع ديسكريبشن مع وصف، أدمج يعني أكثر من طريقة من هذه الطرق. هذا يجي بالامتحان كسؤال اللي هو What are the ways we can adapt to identify any organisms. واضح؟
نتحدث الآن عن أبرز الصفات اللي نستخدمها في التشخيص وفي الوصف. إذا راح نتحدث عن الكاركترز, we can use in the description and in the identification. هل نستخدم فقط الصفات المظهرية اللي هي المورفولوجيكال كاركترز, أم ممكن أن نستخدم أي صفة من الصفات, أم هنالك صفات ممكن أن نستخدمها في مجاميع ولا يمكن أن نستخدمها في مجاميع أخرى؟ لنتحدث عن هذه الصفات. الصفة الأولى الممكن أن نستخدمها اللي هي المورفولوجيكال كاركترز. نقصد بالمورفولوجيكال كاركترز اللي هو الشكل العام, المين كاركترز, الصفة المظهرية الخاصة للكائن الحي. مثلا الجنرال اكسترنال مورفولوجي أو الجنرال اكسترنال فيتشر للكائن الحي, يعني المظهر الخارجي العام للكائن الحي ممكن أن نستخدمه في وصف. مثلا طول الأرجل, طول اللوامس, عدد الأجزاء الموجودة, عدد التنتيكلز الموجودة في كائن حي, عدد مثلا التراكيب الأساسا السطحية الموجودة في أي كائن حي. مثلا ممكن أن نستخدم مثلا عدد الأذرع في الأخطبوط. مثلا كل كائن حي بمظهر خاص به, يمكن أن نستخدم هذا الشكل العام في الوصف. أيضا ممكن أن نلجأ في بعض الأحيان إلى special structures, إلى صفات خاصة, صفات مظهرية خاصة للكائن الحي. على سبيل المثال ممكن أن نستخدم الجينيتاليا, السوءات التناسلية الموجودة في بعض الكائنات. مثلا في الحشرات يكون الوصف بالنسبة للجينيتاليا, بالنسبة للسوءات التناسلية اللي هي الأعضاء التكاثرية الخارجية, خلينا نسميها هذه اللي نسميها جينيتاليا بالحشرات بالكثير من اللافقريات. مثلا هذا يكون وصفها يكون جازم بالنسبة لتشخيص النوع, يعني لأن ما تقبل خطأ. كل كائن حي أو كل واحد من هذين كل نوع من أنواع الأرثروبود إلا في الجينيتاليا خاصة به, ما يشترك نوعين في نفس الجينيتاليا. إذا من نوسف يكون وصف جازم بأن هذا, أو تشخيص جازم بأن هذا النوع هو يمتلك هذه الجينيتاليا. أيضا في بعض الأحيان نستخدم الانترنال مورفولوجي, مثلا شكل القناة الهضمية, أجزاء القناة الهضمية, مثلا chambers of heart, مثلا نستخدم lung, الرئتين, نستخدم مثلا عدد التفرعات مال بعض الأجزاء, بعض الأوعية الدموية تفرعاتها, وهكذا. أي تركيب داخلي يمكن أن نستخدمه لغرض التشخيص إذا كان به صفة مميزة لكائن حي يعزل عن كائن حي آخر. واضح؟ يعني نعمل على تفريق ما بين الكائنات الحية في التشريح الداخلي لهذه الكائنات. أيضا ممكن أن نلجأ إلى الإمبريو, الأجنة, الإمبريولز, الأجنة. بدراسة التطور الجنين, development of embryo, ممكن أن يكون عندنا وصف جازم لتشخيص الأنواع, نميز نوعين مختلفين أو جنسين مختلفين عن طريق development of embryo, تطور الجنين. ممكن أن يكون عامل حاسم في مراحل محددة من تطور الجنين, ممكن أن نعزل نوع عن نوع آخر, أو جنس عن جنس آخر, أو عائلة عن عائلة أخرى. أيضا ممكن أن نلجأ إلى الكاريولوجي. كاريولوجي نقصد به علم النواة, الكروموسومز, شكل الكروموسومز, توزيع الكروموسومز, أبعادها, عددها, وهكذا. يمكن أن نستخدمها كصفات محددة للتفريق ما بين الأنواع أو الأجناس. هذه كلها هي عبارة عن مورفولوجيكال كاركترز. أيضا ممكن أن نلجأ في بعض الأحيان استخدام other psychological differences, مثلا وجود خلايا لاسعة في هذا الكائن ما موجودة في كائنات أخرى, وهكذا من بعض الصفات المظهرية المتعلقة, الصفات الخلوية الموجودة في كائنات ممكن أن نعزلها كصفات تفريقية ما بين الأجناس أو الأنواع. هذه كلها عبارة عن morphological characters. أيضا ممكن أن نستخدم نوع آخر من الصفات اللي هو physiological characters, الصفات المتعلقة ب فسلجة الكائن الحي مع علم الوظائف للكائن الحي. واضح؟ نفرق ما بين نوع إلى نوع آخر أو جنس إلى جنس آخر بواسطة هذه الفروقات. مثلا ممكن أن نستخدم الميتابوليك فاكتورز
عملية الأرض تنتج عنها مواد أيضية مختلفة، ممكن أن تكون كائنات حية تفرز هذه المواد الأيضية، كائنات حية أخرى ما تفرز هذا، فممكن نفرق ما بين هذه الكائنات أو هذه الليفلز أو هذه اللي نسميها الكاتيجوريز أو هذه التاكسة ما بين كائنات وكائنات أخرى بهذه الميتابوليك فاكتورز. أيضا ممكن أن نستخدم السيرولوجيكال تيستس في بعض الأحيان، نلجأ كائنات حية طفيلية مثلا تدخل إلى داخل أجسام كائنات حية أخرى تولد فد تركيب فد تراكيب مناعية ممكن أن نعتمد عليها بتشخيص الكائن الطفيلي، نقول بأن جسم الكائن الحي هذا اللي يصيب بالطفيلي كون فد مواد مناعية خاصة لهذا الطفيلي، إذا هذه صفة مثلا تصنيفية أو صفة تشخيصية لهذا الكائن الحي. أيضا ممكن أن نستخدم بروتينات خاصة مثلا على سبيل المثال بعض السموم اللي تفرز من بعض العناكب من بعض الأفاعي هي سموم خاصة بها، يعني إذا نلاحظ التركيب الكيميائي لهذه البروتينات اللي هي السموم مثلا تكون صفة تشخيصية لهذا الكائن الحي، نستطيع أن نميز ما بينه وما بين الأنواع القريبة من عنده، مثلا سم أفعى الكوبرا يختلف عن سم أفعى أخرى على سبيل المثال، السم الموجود في الأرملة السوداء العناكب الأرملة السوداء تختلف عن سموم أخرى موجودة في بعض العناكب الأخرى وهكذا، ممكن أن نعتمد على هذه السموم مثلا على سبيل المثال بروتينات أو بروتينات محددة مثلا نعزل هذه عن نعزل هذه الأنواع عن بعضها البعض. أيضا ممكن أن نشخص الكائن الحي بواسطة البادي سكريشنز، بعض المواد الإفرازية اللي يفرزها الكائن الحي مثلا على سبيل المثال غزال العنبر غزال المسك، غزال المسك يفرز فد رائحة عطرية خاصة ما يفرزها أنواع أخرى من الغزلان، مثلا حوت العنبر يفرز هذه المادة العطرية اللي تختلف تركيبها الكيميائي ورائحتها عن بقية الحيتان، هذه كلها عبارة عن مواد أيضية ممكن أن تفرز من كائنات حية، نستطيع تشخيص هذه الكائنات بواسطة نوع آخر من الصفات ممكن أن نستخدمها اللي هي الإيكولوجيكال كاركترز اللي هي الصفات البيئية، الصفات المتعلقة بال موطن الكائن الحي، الصفات البيئية للكائن الحي، مثلا ممكن أن نستخدم الهابيتات موطن الكائن الحي، يعني وين يعيش مائيا أو في الياب أو على اليابسة أو في مناطق محددة، في مثلا كائنات حية أساسا تتواجد مثلا في مناطق ما موجود بها كائنات حية أخرى، مثلا بيئات مثلا بيئة ينابيع الحارة، هذه كلها صفات مميزة مثلا لأنواع محددة من الكائنات الحية. أيضا ممكن أن نستغل الهوست المضائف لكل كائن حي، مثلا المضائف للحيوانات المتطفلة مثلا الكائنات الحية المتطفلة ممكن أن تكون الهوست إلها صفات مميزة، يعني العائل لهذه الطفيليات يكون صفة مميزة لهذه الطفيليات، فنستخدمها بالتشخيص أو بالدسكريبشن بالوصف يكون ملائم جدا. أيضا نجي إلى صفات أخرى ممكن أن نستخدمها اللي هي ممكن أن نستخدم نوع الغذاء الفود اللي يتناول الكائن الحي، مثلا على سبيل المثال حيوان الكوالا يتغذى مثلا على فقط أوراق محددة من النبات اليوكاليبتوس مثلا على سبيل المثال صفة مميزة لهذا الكائن الحي. أيضا أكو غذاء محدد لكائنات حية أخرى ممكن أن نشمله في الوصف، في وصف الكائن الحي نقول بأن هذا الكائن يتغذى على هذا النوع من الغذاء ويكون فريد من نوعه بالنسبة لبقية الأنواع. أيضا ممكن أن نستخدم seasonal variations التغيرات الموسمية، مثلا أنواع من الطيور تكتسي ذكورها تكتسي بألوان زاهية مثلا خلال البريدينج سيزون خلال موسم التزاوج، هذه صفة مميزة لهذه الطيور على سبيل المثال. ممكن أن توصف بعض التغير بعض الكائنات الحية بأنها يصير بها seasonal variation ضمن مواسم محددة، مثلا بعض الأرانب البرية في المناطق القطبية مثلا في من يأتي الربيع والصيف تفقد الفراء الأبيض وتتحول إلى غير لون، هذه صفة مميزة لها.
أيضا ممكن أن نستخدم مجموعة الطفيليات في كائن حي، ممكن صفة تشخيصية لهذا الكائن الحي، مثلا يتواجد به الطفيلي الكذا وكذا، صفة مميزة إلى راح يكون هذا الهوست، الصفة المميزة إلى يكون باراسايت بي كذا وكذا، أو يكون هو أساسا متطفل على يعني على كائن حي محدد، هذه الصفة مميزة لهذا الكائن الحي. أيضا ممكن أن نستخدم الهوست رياكشنز، التفاعل اليبدي المضيف للباراسايت للطفيلي، هذه أيضا صفة مميزة ممكن أن تشخص هذا الطفيل. على سبيل المثال مثلا نوع من أنواع الميكروفيلاريا، هذه الديدان الدقيقة اللي هي للصيب الإنسان وبعض اللبان للسبب داء الفيل اللي هي أوتشيريا بانكروفيتي، مثلا تعيش في الأوعية الليمفاوية الموجودة في الأقدام فتؤدي إلى تضخم الأقدام، صفة مميزة لهذه الطفيلي، نقدر نشخص الطفيلي بمجرد أن نشوف الهوست منتفخ الأرجل مالته، نقدر نقول بشكل جازم بأن هذا الهوست يحتوي على الطفيلي اللي هو الوتشيريا بانكروفيتي على سبيل المثال. أيضا ممكن أن نستخدم الإيكولوجيكال كاركترز، الصفات السلوكية للكائن الحي، مثلا الكورتشيب المغازلة في بعض الطيور هي صفة مميزة، الرقصة اللي يقوم بيها السونج الغناء اللي يردد الطائر صفة مميزة، نقدر نشخص نوعين قريبين أو نفصل ما بين نوعين قريبين بواسطة هذا السونج أو بواسطة الرقصة اللي يجذب بها الذكر الأنثى، هذه صفات تشخيصية. ممكن أن نستخدم الأذر إيثولوجيكال إيزوليشنز، بعض الصفات السلوكية الخاصة تعزل الأنواع عن بعض البعض، راح نتحدث عن نسميه الريبرودكتيف ايزوليشن، راح نتحدث عن هذا الموضوع ونشوف كيف تلعب الصفات السلوكيه بشكل جازم للتفريق ما بين بعض الانواع. ايضا ممكن ان نستخدم بعض الانماط السلوكيه الخاصه في وصف بعض الانواع، نستخدم مثلا طريقه التغذيه مالته، طريقه تناول الغذاء، طريقه السباحه مالته، طريقه المشي مالته، ممكن ان تكون صفات تشخيصية نستخدمها بالدسكريبشن للكائنات حية محددة. وأخيرا ممكن أن نستخدم أيضا الموليكيولار جينيتكس كاركترز، الصفات المتعلقة بالمحتوى الوراثي للكائن الحي، هذه 100% هي تختلف، كل كائن حي يختلف المادة الوراثية مالته عن كائن حي آخر. ممكن أن نستخدم تسلسلات القواعد النيتروجينية، ممكن أن نستخدمها في التفريق ما بين الأنواع. أيضا ممكن أن نستخدم الأيسوزيمز، أيضا صفات تشخيصية لكائنات محددة بهذا النوع من أنواع الأيسوزيمز، مثلا هذا الكائن القريب من عند الريليتد سبيشيز ما به هذا الأيسوزيمز. أيضا ممكن أن نستخدم النيوكليك أسيد جنا سيكونسز، تسلسل القواعد القواعد النووية الموجودة بالجينات، تسلسل النيوكليك أسيد أيضا يختلف من كائن حي إلى كائن حي آخر. أيضا الجين إكسبريشن، تعبير الجيني، الجين ريجوليشن، تنظيم الجيني، ممكن أن نستخدم هذه الصفات في وصف وتشخيص أنواع محددة من الكائنات الحية. إذا هذه الستة هي عبارة عن الكاركترز we can use to identify any organisms. واضحة الصفة؟ هذه واضحة، هذه النقاط الستة هذه ممكن أن تجي بامتحان كسؤال مباشر، what are the characters we can use in description or in identification. نجي إلى النقطة الثانية، راح نتحدث عنها levels of taxonomy اللي هي مستويات التصنيف، مستويات التصنيف. طبعا علم التصنيف مر في بثلاثة مستويات، المستوى الأول اللي نسميه alpha taxonomy اللي هو عبارة عن description of species اللي هي عملية وصف الأنواع، الاعتماد على فقط صفات محددة، استخدام صفات محددة مثلا الصفات المظهرية، الصفات السلوكية مثلا، هذه نستخدمها فقط في وصف الأنواع، لذلك هذا المستوى يوصف بأنها descriptive taxonomy اللي هو المستوى الوصفي للكائن الحي، يعني الاعتماد على صفات محددة للكائن الحي، واضح، دون التفريق بينه وبين الأنواع القريبة من عنده، فقط مجرد وصف للأنواع، يعني ما نسوي مقارنة comparison، ما نسوي comparison ما بين الأجناس القريبة والأنواع، فقط نأخذ صفات مظهرية للكائن الحي. المستوى الثاني اللي هو مستوى
البتا تاكسونومي اللي بواسطته العالم يستطيع وضع الكائن الحي في مراتب تصنيفيه محدده. واضح؟ يعني هل هذه الصفه ترقى ان تعزل هذين العينتين اللي عندي كل واحده نوع مثلا، او هي عباره عن نسميها فروقات فرديه individual variations، يعني هي هذين الاثنين النموذجين هو عباره عن واحد نوع واحد ولكن بها تغيرات فقط فرديه. من نستطيع ان نصل الى مرحله نشخص بان هذه الصفه ترقى بان تعزل انواع او تعزل اجناس، فاحنا وصلنا الى المستوى بيتا من التصنيف. المستوى جاما اللي هو الجاما تاكسونومي اللي هو المستوى الثالث من التصنيف، اللي هو المستوى الذي يعتمد على دراسة التغيرات ما بين أفراد النوع الواحد، لذلك يسمى بالجاما تاكسونومي، هو عبارة عن study of intra-specific variations، يعني دراسة التغيرات ضمن أفراد النوع الواحد. مثلا على سبيل المثال يدخل واحد يدرس الفروقات في الجين المسؤول عن لون العيون ما بين أفراد مجتمع ما، هذا درس ده يدرس تغيرات ضمن أفراد النوع الواحد مثلا، أو جين مسؤول عن لون الشعر، أو جين مسؤول عن لون البشرة على سبيل المثال. هذا هو المستوى اللي هو مستوى جاما. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة الممكن أن نتحدث عنها والنقطة الوراها الممكن أن نتحدث عنها، أمامكم تقريبا سبعة فعاليات الأكتيفيتيز اللي هي هذه أكتيفيتيز أوف تاكسونومستس، يعني فعاليات العالم التصنيف. ايش ممكن ان يسوي عالم التصنيف؟ النقطه الاولى اللي هو الريكوجنيشن، اللي هو التمييز، نميز ما بين انواع محدده، يعني نميز ما بين عينات، هذه عينه شكل وهذه عينه شكل. الديسكريبشن الوصف، نيمينج اطلاق اسماء علميه للتاكسا، التاكسا نقصد بها المستوى التصنيفي، المرتبه التصنيفيه، هذا راح نتحدث عن هذا الجزء. هذا اللي نتحدث عنه هو ضمن احنا المستوى الفا تاكسونومي. ايضا النقطة الثانية ممكن ان عالم التصنيف يقوم بالcomparison of taxa، يقارن ما بين مستوى تصنيفي ومستوى تصنيفي اخر، هذا اللي تحدثنا عنه، هذا المستوى الثاني اللي وسميناه beta taxa. واضح؟ يعني اللي يدرس مثلا العلاقات النشوئية ما بين انواع هذا الجنس، مثلا على سبيل المثال العلاقات النشوئية، العلاقات التطورية مثلا ما بين افراد هذا النوع يدرسها، هذا دخل في المستوى beta. ايضا ممكن ان يقوم عالم التصنيف بالكلاسيفيكيشن اللي هو وضع مراتب تصنيفيه لكل كائن حي، هذا مثلا هذا الكائن حي نقدر نعزله في جنس خاص، ما نحطه ويا انواع لنفس الجنس على سبيل المثال، هذا ايضا من جزء من البيتا تاكسونومي. النقطه الرابعه اللي هي study of genetic variations، هذا اللي تحدثنا عنه للمستوى جاما اللي قلنا يدرس التغيرات ما بين افراد النوع الاخر، ما بين افراد النوع الواحد. النقطة الخامسة الـ construction of tools for identification، يعني عالم التصنيف يجب ان يكون لديه القدرة على بناء ادوات خاصة لغرض تساعده في التشخيص، على سبيل المثال مثلا انشاء مفاتيح تصنيفية، بناء مفاتيح تصنيفية، عملية تكوين او عملية انشاء مفتاح تصنيفي هي نسميها construction، بناء، لان هي عبارة عن صفات متراكمة بعضها البعض فتؤدي بالتالي الى معرفة هذا النوع. ايضا ممكن ان يكون التولز اللي نستخدمها في التشخيص هو عبارة عن DNA barcoding، من خلال دراسة التسلسلات القواعد النيتروجينية ندرس المحتوى الجيني للكائن الحي او المحتوى الوراثي للكائن الحي. ايضا ممكن ان عالم التصنيف يقوم بالايدنتيفيكيشن اوف سبيسمنت، يعني يقوم بتشخيص الانواع، هذه ايضا واحده من فعالياته. ايضا ممكن ان يقوم بيعمل ليست ريكورد اوف تاكسا اوف سبيسيفيك اريا اور ايكوسيستم، يعني مثلا يقوم بجرد، يسوي سيرفي جرد مثلا انواع الكائنات البحريه اللي تعيش مثلا في بحيره محدده على سبيل المثال، او تعيش في نهر محدد، او تعيش في بيئه صحراويه خاصه، هذا ايكو سيستم خاص، من يسوي فد لست بكل الكائنات الحيه الموجوده في هذا المكان، اذا هو واحده من الاكتيفيتيز، واحده من فعاليات عالم التصنيف. طبعا علم التصنيف من العلوم
فلسفية في بعض الأحيان. نلاحظ مثلا الكلاسيفيكيشن أو تعريف الكلاسيفيكيشن يأخذ جانب عالم التصنيف نفسه، يعني إذا الباك جراوند مالته الخلفية العلمية مالته مثلا يعني متعلقة بالإيفوليوشن بالتطور، هو لاحظ علم التصنيف من يجي يوصفه يوصفه من خلال الخلفية العلمية مالته. لذلك هنالك عدة تعاريف للعلم التصنيف، رح ناخذ احنا جزء بسيط من هذه التعريف، طبعا هي تعريف كثيرة جدا في كثير من المصادر، احنا رح ناخذ تعاريف خاصة ممكن ان نتعرف عليها ونفرق ما بين هذه التعاريف. مثلا عندنا الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن ممكن ان نلاحظ بعض المصادر عندنا مصطلح يسمى بالفينيتيك كلاسيفيكيشن، بعض الاحيان نشوف اكو فد مصطلح اسمه ناتشورال كلاسيفيكيشن، لادستيك كلاسيفيكيشن، ايفولوشن كلاسيفيكيشن، شنو التفريق ما بين هذني؟ راح نتعرف عليها. مثلا الفينيتيك كلاسيفيكيشن نقصد به بتاكسا ار كلاسيفايد ايذر اون ذا بيسز اوف فيو مورفولوجيكال كاركترز اور اوفر اول كاركترز without direct reference or to phylogeny. يعني عندما عالم التصنيف يبني التصنيف مالته على أساس الشكل العام فقط للكائن الحي، مظهر الكائن الحي، الصفات المظهرية للكائن الحي، وما يأخذ بعين الاعتبار أي صفات أخرى مثل الفايلوجيني اللي هو العلم النشوء أو الإيفوليوشن التطور، علم التطور، فهذا بناء على أساس المظهر الخارجي يسمى فينيتيك كلاسيفيكيشن. أيضا الناتشورال كلاسيفيكيشن اللي هو عبارة عن كلاسيفيكيشن is based on the natural characters of taxa، يعني مبني على أساسا على صفة على وصف للصفة لهذه التاكسا. مثلا نقول هذا الكائن بحري المعيشة، هذا الكائن يعيش في الصحارى، هذا الكائن يعيش على في المياه الينابيع الحارة، هذه صفة السيستم اللي يعيش به أو الإيكو سيستم اللي يعيش به يأخذ صفة الكائن الحي. In this system the classification the organisms are placed into many groups and subgroups as are in similarity and dissimilarity، يعني على أساس التشابه والاختلاف ما بين أفراد الكائنات الحية من خلال البعض طبيعة الصفة اللي يعيش بها الكائن الحي. بالنسبة للمصطلح الكلاسيفيكيشن classification هو نفس الفايلوجينيتيك classification اللي هو عبارة عن classification is exclusively based on the phylogenetic branching، يعني يعتمد أكثر شيء على العلاقات النشوئية ما بين الكائن الحي. ما هو الكائن الحي كيف نشأ؟ من شنو السلف إلى شنو الأنسستر مالته، شنو اللي هو الحيوان السلفي اللي نشأ من عنده وتطور تحول إلى الكائن الحي الموجود حاليا المودرن أورغانيزمز، هذا يسمى بالكلاتستيك أو يسمى بالفايلوجينيتيك كلاسيفيكيشن. طبعا هذين تيجي كايدنتيفيكيشن، تحفظوها كايدنتيفيكيشن، احفظوها كديفينيشن سوري، يعني تعريف، احفظها كتعريف، ممكن تجيك كتعريف كديفينيشنز. ايضا عندنا مصطلح اخر اللي هو الايفوليوشنري كلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف المتعلق بالعلم التطور، التصنيف التطوري، هذا يعتمد على ايش؟ يعتمد 100% يعتمد على الايفوليوشنري ريليشن شيب اوف اورجانيزمز، يعني العلاقات التطوريه ما بين افراد الكائن الحي، ما بين افراد الانواع الجنس مثلا، هذا ما هي العلاقات التطوريه ما بين افراد الانواع القريبه من عنده، هذه كلها تدخل من ضمن الايفوليوشنري كلاسيفيكيشن، يعني not just their phylogeny، مو فقط العلاقات النشويه، لا، العلاقات التطوريه ما بين افراد الكائنات الحيه القريبه الصله مع بعضها البعض. This classification provide foundations of all comparative studies in biology through the degree of genetic similarities. يعتمد على التقارب في المادة الوراثية ما بين الأنواع القريبة الصلة مع بعضها البعض، ممكن أن نستخدمها في هذا النوع من أنواع التصنيف.
طبعا علم التصنيف قلنا من العلوم القديمة. طبعا أمامكم صورة للكارلينيوس اللي هو عالم التصنيف الأساس، اللي هو يعتبر مؤسس علم التصنيف الحديث. طبعا علم التصنيف إذا نأخذ فد نبذة عنه، طبعا راح يطير الأمر، مر بعدة مراحل. كان مرحلة من هذه المراحل اللي هو لينياس، كارل لينياس، اللي هو عبارة عن سويدش ناتشوراليست، اللي هو عبارة عن عالم طبيعة سويدي. هذا العالم طبعا كان إلى الفضل يعتبر الجراند فادر اوف كلاسيفيكيشن، يعني المؤسس لعلم التصنيف الحديث. قام بوضع أساس علم التصنيف الحديث، قام بوضع نظام خاص للتسمية العلمية سماه binomial nomenclature، نظام التسمية الثنائي binomial nomenclature. هذا النظام خاص بالتسمية الكائنات الحية، وهو معتمد إلى الآن. إلى الآن أي شخص، أي باحث يعني يجد في الطبيعة كائن حي ما موصوف ويعتبر new species، يعني كائن حي جديد، من يجي يسوي له description، وصف، ويطلق عليه name، يجب أن يكون قواعد التسمية العلمية مطابقة للقواعد اللي ابتكرها لينياس عام 1758. عام 1758 كارل لينياس ضمن منشور إلى اللي هو نسميه سيستيما ناتشوري، هو بمثابة مجلة علمية كان في حينها، وبالتحديد في الطبعة العاشرة منه، أرسى قواعد التسمية العلمية اللي نسميها البينوميال نومنكليتشرز. واضح؟ إذا احفظوا التاريخ، احفظ الباحث العالم اللي هو كارل لينياس، احفظ المجلة اللي هي سيستيما ناتشوري، مهمة جدا. والروز هي كالآتي، الروز تقول بأن one binomial name for each species. عفوا، يعني كل كائن حي إلى اسم واحد ثنائي، يعني ماكو كائن حي إلى اسمين علميين، لا، إلى اسم علمي واحد مكون من شقين binomial name. واضح؟ الاسم الأول، النقطة الثانية، الاسم الأول اللي هو اسم الجينس اللي يكون كابيتالايز عادة، والاسم الثاني اللي هو اسم السبيشيز اللي يكون عادة lower case اللي هي small letter. لاحظوا مثل النوع البشري اسمه homo sapiens، homo sapiens، النوع البشري homo sapiens. مثلا كل الكائنات الحية لها أسماء علمية، بما فيها طبعا بما فيها الكائنات الحية المنقرضة، أيضا لها تسميات علمية خاصة بها. مثلا على سبيل المثال تريناسوروس ريكس، هذا نوع من أنواع الديناصورات المنقرضة، اللي هو هذا اللي يكون الديناصور الضخم اللي هو المفترس جدا، يسمى بالتريناسوروس ريكس، أيضا إلى اسم علمي وحسب القواعد التسمية العلمية. النقطة الثالثة constructed، يعني الاسم العلمي يكون constructed according to rules of Latin or Greek grammar، يعني يكون مبني أساسا بقواعد اللغة اللاتينية أو قواعد اللغة الإغريقية، يعتمد عليه. يعني الأسماء العلمية الحالية غالبيتها عبارة عن لاتينية أو إغريقية ملتنة. أيضا النقطة الرابعة اللي هو discovered of species get name rights، يعني أي واحد يكتشف نوع ويسوي له description ويسوي له naming، يطلق عليه اسم وينشره في مجلة علمية، يكون إلى الحق بأن يضع اسمه وراء الاسم العلمي. نلاحظ الأسماء العلمية من تكتب بعد أن يكتب الاسم العلمي، يكتب وراء اسم الأوثر اللي هو اسم الباحث أو اسم المكتشف. واضح؟ النقطة الخامسة التايب ان ايتاليك، الاسم يكون بشكل مائل ايتاليك، اور اذا ما نقدر نكتبه ايتاليك يكون اندرلاين، يعني تحت خط. هذه بالنسبة لي قواعد التسمية العلمية. امامنا اللي نسميها التاكسونوميك لينيال هيركوري، اللي هي المراتب التصنيفية او الهيكل التصنيفي للمراتب التصنيفية امامنا، اللي ارساها لينياس، اللي ثبتها لينياس، وقد تكون متغيرة في تغيرت وانضافت عليها بعض المراتب التصنيفية الاخرى. اللي تلاحظوها باللون المميز او اللون البولد الغامق، هذه عبارة عن سميها البرايمري كاتيجوريز، اللي هي المراتب التصنيفية الرئيسية، اللي تبدأ بالكينغدم، مملكة، فايلم، كلاس،
صنف اوردر رتبة فاميلي عائلة جينس جنس وسبيشيز نوع. السبيشيز هو الأدنى ما في المرتب المراتب التصنيفية. طبعا هذه المراتب التصنيفية الرئيسية، وعندنا مراتب تصنيفية اللي هي نسميها ثانوية سبليمنتري، مثلا سب فايلم سب كلاس هي إضافة سب مقطع سب أو سوبر للمرتبة التصنيفية، أو استخدام بعض المصطلحات الخاصة مثلا الانفرال أوردر مثلا على سبيل المثال أو كوهورت. طبعا هذه حسب المجاميع المشتغل عليها، اكو مجاميع تتقبل هذه المراتب التصنيفية الثانوية، مجاميع اخرى ما تتقبلها. انت تحفظون لي فقط اكثر شيء المراتب التصنيفية الرئيسية اللي هي بالبولد، هاي مهمة جدا في حفظها. مثلا عندكم مثال امام حضراتكم، مثال اللي هو امامكم التصنيف الكامل او الهيكل التصنيفي مثلا للبشر، قلنا اللي هو الهومو سيبينس، الاسم العلمي ان الهومو سيبينس. لاحظ الفايلم اللي يعود إلى طبعا الانيمال هي انيمال كينج انيمال انيماليا كينجدم انيماليا سوري اني كينجدم انيماليا. الفايلم اللي يعود إلى الفايلم اللي هو الكورداتا الحبليات الكورداتا اللي تضم الفيرتبريتس الفقاريات، تضم اللي هي الفيرتبريتس الفقاريات زائدا الانيمالز وذ نوتوكورد. السب فايلم اللي يعود إلى الانسان اللي هو الفيرتبريتس اللي هو الفقاريات vertebrates اللي هي من ضمنها الماملز الفيش الانفيبيان الريبتايل الايفاس، يعني ماملز يعني اللبائن، فيش اسماك، انفيبيان اللي هي البرمائيات، ريبتايلز اللي هي الزواحف، ايفاس الطيور. الصنف اللي يعود الى الكلاس اللي يعود الى اللي هو الماميليا، قلنا اللبائن الماميليا اللي هي تضم مجموعه القرود سوري البرايماتس اللي هي الـ الرئيسيات اللي من ضمنها احنا الرئيسيات زائدا القرود، الرودنتس القوارض، الرومانس اللي هي المشترات، كارنيفوراس اللواحم وغيرها كثير من الماملز الاخرى. الاوردر اللي نعود اليه اللي هو البرايماتس، قلنا البرايماتس اللي هي الرئيسيات اللي تشمل المونكيز القرود والقرود العليا. العائله الهومينيدي الجنس اللي نعود إن الهومو، والسبيشيز اللي إحنا نعود إلى اللي هو الهومو سيبيان النوع البشري. نأتي الآن إلى تعريف النوع. ما هو النوع؟ What we mean by species؟ أيضا تعريف النوع أيضا يأخذ الجانب الفلسفي بالنسبة لعلم التصنيف، أيضا يعتمد على اختصاص أو الخلفية العلمية للباحث للعالم للمتحدث عن النوع. واضح؟ عندنا عدة تعاريف للنوع، أكثر من تعريف للنوع، يعني بما يقرب تقريبا حوالي من 40 إلى 50 تعريف للنوع. إحنا رح نأخذ تعريف بسيطة، 4 إلى 5 تعريف للنوع، ونميز ما بين هذه التعاريف. طبعا أيضا ممكن أن تجيكم كديفينيشنز كتعاريف. التعريف الأول هو البيولوجيكال سبيشيز كونسبتس، يعني التعريف النوعي، التعريف البيولوجي للنوع. إحنا كبيولوجيست ما المقصود بالنوع بالسبيشيز؟ a species a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring، يعني هي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية لها القدرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج جيل خصب. واضح؟ هذا هو التعريف البيولوجي للنوع. إذن التعريف البيولوجي للنوع يأخذ بعين الاعتبار أكثر شيء القدرة على التزاوج بين أفراد المجموعة الواحدة وإنتاج جيل خصب. زين، التايبولوجيكال سبيشيز كونسبتس، التعريف النمطي للنوع شنو؟ هذا اللي كان أساسا معروف تعريف النوع لدى لينيوس وجماعته. A species is a group of organisms conforming to a common morphological plane، اللي مجموعة من الكائنات، مجموعة من الأفراد المجموعة يمتلكون بنى مورفولوجية أو شكلية واحدة. إذا يعتمد فقط التعريف هذا، تعريف السبيشيز بالنسبة للينيوس يعتمد فقط على المورفولوجيكال كاركترز. واضح الفكرة؟ زين، نجي إلى الفايلوجينيتيك اللي هو الجلادستيك سبيشيز كونسبت، يعني أن التعريف النشوئي للنوع، يعني علماء النشوء علماء الفايلوجيني ماذا يعرفون النوع؟
يعرفه على أساس A species is a set of organisms between two branched point or between one branched point and an extension happening or modern population. طبعا علماء النشوء يعتمدون بأن العلاقات ما بين النشوئية ما بين أنواع على شكل شجرة، فيعرفون النوع بأن المسافة ما بين فرع إلى فرع آخر، يعني عبارة عن المسافة المحصورة ما بين فرع ضمن هذه الشجرة النشوئية والفرع آخر. طبعا قد يكون ضمن هذه المسافة سلسلة من النماذج للأشكال الكائنات الحية، كل هذه المجموعة يعتبروها ك only one species. واضح؟ إذن التعريف النشوئي للنوع أو تعريف النوع بالنسبة لعلماء النشوء الفايلوجيني عبارة عن a set of organisms between two branched point or between one branched point and extension. عادة أطراف الأشجار بالنسبة للشجرة النشوء هي عبارة عن إما أن تكون أنواع موجودة حاليا اللي هي modern population، أو تكون عبارة عن أنواع منقرضة صار بها extension انقراض. واضح؟ النوع بالنسبة لهم ما بين فرعين، المسافة ما بين فرعين أو ما بين فرع وطرف نهاية، يعني extension or modern population، هذه المسافة هي التي تعرف بالspecies بالنسبة للphylogenetics concepts of species. علماء النشوء إذن يعني يؤكدون بأن النوع هو عبارة عن هذه المسافة المحصورة ما بين فرع إلى فرع آخر من الشجرة النشوئية أو ما بين فرع ونهاية الفرع بالنسبة لهذه الشجرة. نهاية الفرع اللي يقصون به هو extension حيوان منقرض extension animal or modern population أو عبارة عن نوع حاليا موجود. زين، عندنا تعارف أخرى للنوع اللي هي ecological species concepts، التعريف البيئي للنوع. يعرف النوع على أساس بأن a set of organisms exploiting or adapting to a single net، يعني عبارة عن مجموعة من الكائنات تستوطن أو تتأقلم في مكان حيز محصول يسمى بالنت. أوكي، هذا بالنسبة للتعريف الـ ecological species concepts. أيضا من التعاريف عندنا نلاحظها في علم التصنيف اللي هو speciation. إيش نقصد بالspeciation؟ speciation نقصد به ظهور الأنواع الجديدة، كيف تظهر الأنواع، كيف تنشأ نوع من نوع. واضح؟ هذه عبارة عن speciation عبارة عن the evolutionary processes of the origin of the new species، يعني اللي هي العملية التطورية التي بموجبها ينشأ نوع جديد، هاي تسمى بالسبيشيشن. واحدة أيضا من التعاريف اللي ممكن أن نجدها في علم التصنيف اللي نسميها سيبلينج سبيشيز، الأنواع المستترة. في بعض الأحيان قد نعجز عن التفريق ما بين نوعين قريبين الصلة مع بعضها البعض لكونها متقاربة جدا مظهريا، ولكن بالتالي دراسات المتعلقة بالجينيتكس والبايوكيميكالز والبيهيفيرا يعني تؤكد بأن هذين نوعين منفصلين وليس أفراد لنوع واحد. هذه المجموعة تسمى بالسيبلينج سبيشيز أو نسميها الكريبتيك سبيشيز، الأنواع المستترة اللي عبارة عن أنواع قريبة الصلة مع بعضها البعض. خلنا نأخذ تعريف إلها. السيبلينج سبيشيز أو الكريبتيك سبيشيز هاي أيضا تجي كتعريف any of two or more related species that are morphologically nearly identical but are incapable of producing fertile hybrids. يعني عبارة عن أفراد نوعين أو أكثر تمتلك مظهرا متماثلا إلى حد ما، ولكن ليس لها القدرة على التكاثر فيما بينها. إحنا نعرف بأن أفراد النوع الواحد يجب أن يكون لها القدرة على التزاوج فيما بينها. زين، إذا هي متماثلة وقريبة الصلة مع بعضها البعض ولكن ليس لها القدرة على التزاوج في بان بينها وإفراد وإنتاج أفراد خصبة، هذه هي مبدأ السيبلينج سبيشيز. عادة السيبلينج سبيشيز كان only be identified، يعني ممكن تشخيصها فقط عن طريق الجينيتكس
biochemical or behavioral or ecological factors، يعني نستخدم صفات أخرى غير الصفات المظهرية لتشخيصها. ليش؟ لأنها أساسا متماثلة مظهريا، واضح؟ يعني إذا درسناها مظهريا تبدو بأنها أفراد لنوع واحد، ولكن إذا درسناها عن طريق الجينيتكس والبيوكيميكالز والبيهيفيرال والإيكولوجيكال فاكتورز نجدها بأنها هي أنواع متباينة ولكنها قريبة الصلة مع بعضها البعض. واضح؟ أيضا من التعريف اللي راح نتحدث عنها السيمباتريك سبيشيز، عندما نقول بأن هذه الأنواع هي سيمباتريك، شنو نقصد سيمباتريك؟ سيمباتريك معناتها متواطنة، يعني تعيش في موطن واحد، تعيش في مكان واحد، تسمى سيمباتريك سبيشيشن. يعني شنو؟ يعني occupying species occupying the same or overlapping geographical area without interbreeding، يعني مجموعة من الأنواع موجودة في مكان جغرافي واحد، واضح؟ أو overlapping geographical area، يعني مناطق جغرافية متداخلة مع بعضها البعض. واضح الفكرة؟ هذه تسمى بالsympatric species. بالمناسبة species ممكن أن تكون مفرد يعني نوع واحد، species ممكن أن نتحدث عنها أنواع، واضح؟ يعني هذا الترم، هذا المصطلح مفرد يعني يقبل فردي و مجموعة أو أنواع. يعني الـ sympatric populations are related organisms of related organisms become isolated from each other reproductively، يعني هنا ده يشرح كيف تظهر أنواع جديدة من نوع. واضح؟ احنا نعرف بأن عملية التطور عبر ملايين السنين ممكن أن تتطور، يأخذ يعني يظهر نوع جديد من خلال نوع قديم. كيف تظهر؟ من خلال هذه واحدة من الفرضيات اللي تقول بأن هنالك عندنا sympatric populations، يعني مجاميع متواطنة مع بعضها البعض، موجودة في مكان واحد في بيئة جغرافية واحدة، يعني توصف بأنها sympatric population. شو يصير بها؟ مع مرور السنين، ملايين السنين، مو سنة وسنتين، ملايين السنين، تفقد القدرة بأن تتزاوج فيما بينها. واضح؟ بما أنها فقدت القدرة على التزاوج فيما بينها تصبح أنواع وليس أفراد لنوع واحد، تصبح أنواع مختلفة. واضح؟ become related species. يعني ليش؟ لأن فقدت القدرة على التزاوج فيما بينها. ليش فقدت القدرة على التزاوج؟ خلينا نشوف. This can happen by development of subpopulation that become dependent on different food sources. يعني في ما بينها هذه السيمباتيك بوبوليشن تكون فد نوع من الانعزال، مجاميع منعزلة عن بعضها البعض. هذه المجاميع المنعزلة عن بعضها البعض ومع مرور ملايين السنين نلاحظ إذا حبينا نخليها تتزاوج فيما بينها تفقد القدرة على التزاوج بيناتها، لأنها أصبحت منعزلة عن بعضها البعض لملايين السنين. دا تحدث ملايين السنين، ما دا تحدث سنة وسنتين وثلاثة. ظهور الأنواع الجديدة تتطلب فترة زمنية طويلة جدا، ملايين السنين، مو سنة وسنتين وعشرة وعشرين، ملايين السنين حتى تتم هذه العملية. واضح؟ الانعزال ربما يكون بواسطة أن تعتاد على نوع من الغذاء ما يعتاد عليه مجاميع أخرى، يعني another population ما تقدر تتغذى على هذا الغذاء، بس هي تتغذى على الغذاء فتعزل نفسها. أوكي؟ or that evolve different seasonal mating behavior، أو تكون لنفسها فد أسلوب سلوكي أو سلوك تزاوجي خاص بها، مثلا فد طريقة غناء song لنوع من أنواع الطيور مثلا على سبيل المثال، أو في الطريقة لرقص جذب الذكور الإناث، بحيث تنعزل عن البقية. واضح؟ فتصبح أنواع وليس أفراد لنوع واحد. هذه الطريقة في عملية ظهور الأنواع speciation تسمى sympatric speciation. sympatric speciation. إذن يمكن تعريف sympatric speciation، شو نعرفها؟ نعرفها the development of a new species as a result of reproductive isolation. واضح؟ يعني عملية ظهور نوع جديد من خلال نتيجة لآلية عزل تكاثرية، يعني ماكو تكاثر بيناتها فتصبح أنواع
جديدة. واضح؟ هذه شنو بالنسبة للأنواع اللي تكون في نفس البيئة الجغرافية. يعني إذا نكمل التعريف: the development of new species as a result of reproductive isolation of populations, يعني المجاميع that share the same geographical range, يعني موجودة في موقع جغرافي واحد. واضح؟ لذلك تسمى هذه الطريقة بظهور الأنواع بالسيمباتريك سبيشيشن. إذا هذا المصطلح السيمباتريك سبيشيشن لازم نأكد على أن الـ development هنا of a new species as a result of reproductive isolation of population that share the same geographical range. واضح التعريف؟ واضح. نجي إلى الوراء. الألوباتريك سبيشيشن شنو نقصد به؟ يعني أنواع الغير متواطنة. يعني ما موجودة في نفس الموقع الجغرافي. نسميه occurring in the separated or non-overlapping geographical area. واضح؟ هاي أساسا هي ما تتلاقى مع بعضها البعض، فما تتم عملية التزاوج. نتيجة لهذه الانعزال المكاني يحدث بالتالي انعزال تكاثر بناتها وتصبح أنواع جديدة. واضح؟ Allopatrics populations of related organisms are unable to interbreed. ليش unable to interbreed؟ ليش ما لها قدرة على التزاوج؟ لأنها أساسا معزولة because of geographical separation، لأنها معزولة جغرافيا. واضح الفكرة للألوباتريك سبيشيز؟ زين، من نقول ظهور أنواع نتيجة للألوباتريك نسميه الألوباتريك سبيشيشن، إيش نقصد به؟ يعني ظهور الأنواع، ظهور نوع جديد في الأنواع الغير متواطنة، اللي هو عبارة عن the development of new species as a result of geographical separation of population. يعني ظهور نوع جديد، تطور نوع جديد، هو شنو السبب؟ سبب a result of geographical separation، نتيجة للعزل الجغرافي، نتيجة لوجود عزل جغرافي لهذه المجاميع. واضح؟ ممكن السؤال يجي what is the or compare between the allopatric speciation والsympatric speciation، أو يجي compare between allopatric species or sympatric species، فنعرف الفرق ما بين النوعين. وشكرا جزيلا لكم.